مستوى دون المتوسط وتصرفات غير رياضية. هذا إذا ما ميز لقاء عين مليلة باتحاد الحراش. حضره عبد العزيز زواوي. التحكم في الكرة كان صعبا للغاية نظرا للرياح القوية التي عاقت السير الحسن للمباراة، وبالتالي المستوى الفني لهذه المواجهة كان دون المتوسط. فريق جمعية عين مليلة تمكن من توقيع الهدف الأول في الدقيقة 18 من الشوط الأول بعد عمل جيد من خوني بن حمادي يفتح باب التسجيل. فريق اتحاد الحراش الذي كان يعتمد على الهجمات المعاكسة تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 بعد هجوم منسق من زاوي اللاعب زكري يخادع الحارس بغرارة برأسية محكمة. هدف لهدف، وهي النتيجة التي أرسل على إثرها الحكم التشكيلتين إلى غرف الملابس. الشوط الثاني عرف سيطرة كلية لفريق جمعية عين مليلة الذي تمكن من تهديد مرمى الحارس بالخير في العديد من المرات، خاصة عن طريق علوي، خوني، بوزيتون وبن حمادي، لكن بدون جدوى إلى غاية الدقيقة 47 أي في الوقت الضايع من هذه المباراة، حيث تمكن قلب الهجوم خوني من إعطاء الفوز لفريقه أمام تجمع كبير من اللاعبين. هدفين لهدف في النتيجة لصالح عين مليلة، وتصرفات غير رياضية في هذه المواجهة التي لم يتمكن السيد العمارة حكم اللقاء من التحكم في زمام الأمور.